لازم ندعمهم ونقف جنبهم باستمرار. ده النموذج للاعب النادي الاهلي. نسمعه. تقرر تعترف ان امام عاشور خطف الاضواء من كل لعيبه الاهلي وبقى رقم واحد عند الجمهور؟ لا لا. الفريق الاهلي رقم واحد عند الجمهور. فريق الاهلي هو اللي رقم واحد عند الجمهور. حلو، اجابه عجبتني. تقرر تعترف ان لولا حب كولر ليك عمرك ما كنت هتلعب اساسي؟ لا، ما فيش مدرب قصه بيحب ويكره، في الاول وفي الاخر المدرب بيلعب اللي هيكسبه. اكيد دور ان المدرب بيحبك ومعجب بامكانياتك والكلام ده، لكن في الاول وفي الاخر المدرب بيلعب اللي هيكسبه وهيفيد الفرقه. اكبر مفاجاه فاجئك بيها كولر؟ كاس العالم. كاس العالم. تقرر تعترف انك عندك استعداد تلعب للزمالك او لاي فريق كبير غير الزمالك لو الاهلي قرر الاستغناء عنك؟ صعب. لسه بكلمك في والدي والموضوع ده والعيله، فصعب شويه. صعب بالنسبه لي. تقرر تعترف انك بتخطط للاحتراف في اوروبا في اقرب فرصه؟ اكيد، لكن لسه لما اعمل حاجه مع النادي، والحاجه الثانيه يكون النادي موافق على ده. النادي هيستفاد من احتراف كوكا، مش النادي رافض وانا لسه ما عملتش حاجه مع النادي، لان انا لسه في بدايه حياتي، انا لسه ما عملتش حاجه. انت لسه ما عملتش حاجه. انا 10 بطولات لكن انا لسه ما عملتش حاجه. لسه ما عملتش حاجه. تقرر تعترف انك منتظر التقدير المادي من النادي الاهلي؟ انا في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك يا كابتن، يعني انا نزل حاجات الفتره الاخيره ان انا كذا كذا والاهلي كذا كذا، اللي هو ايه، ما انا مش عارف كذا كذا ان انا الناس كلمتني في النادي، انا لسه ما فيش اي حاجه، ما فيش حد اتكلم معايا ولا في اي حاجه، لكن في الاول وفي الاخر النادي دايما انت بتمضي على بياض، وهو تقديره الماديان ليك ب 100%. ومتاكد انك هتمضي على بياض في التجديد الجديد؟ 100%. 100%. 100%. طب ما خليها 99%؟ لا والله 100%. 100%. هو النادي في الموضوع ده بيشوف انت تستاهل ايه وبيقدرك. هو انتوا تربيتكم في النادي من صغركم فرقت معاكم قوي للدرجه دي كلكم بتروحوا تمضوا على بياض؟ اكيد احنا متعودين على كده، احنا شفنا السيستم ده، وفي الاول وفي الاخر انت بتشوف ان انت بتتقدر فخلاص. بتتقدر. يعني النادي بيقدرك. اكيد. طبعا اللي عاجبني في نبيل كوكا مش بس رصانه الحديث بتاعه ويعني ارتباطه بالاهلي وتشربه لثقافه الاهلي على هذا المستوى، لكن عاجبني انه في السن دي الهدوء اللي طالع بيه يا ابراهيم، والنضج اللي محدش خد باله الراجل ده بيستوي ازاي وامتى. انت تكتشف ان كوكا ده بقاله يمكن ثالث او رابع سنه متصعب، وابتدى باك ليفت، واخد 11 بطوله مع الاهلي، وبعدين الناس فاكره انه واخد بطوله ولا اتنين، ده 11 بطوله وهو لسه تحت سن وفاته رقم قياسي، انه كان هيبقى اصغر لعيب في المنتخب. يعني ما حدش منتبه له، يعني مش مفرع وانتهى، خلي بالكم من فلان الفلاني بتاع. هكذا يولد النجم الذي يستمر. ايوه باذن الله. ايوه. انما في نجوم زي الفلاش ينور مره واحده بس يطفي بسرعه. مش عايزين احنا نجومنا تبقى كده، عايزينها تبقى الضوء المتسلل المستمر اللي يريح العين ولكن لا غنى عنه. ده كلام مهم جدا. بصوا يا جماعه، يعني جمهور الاهلي يحب ده، يحب النموذج ده، ويا ريت يستمر كده. وكوكا ده رساله لكل الصاعدين. ما هو المدرب في النهايه عايز اللاعب اللي يفيده، واللاعب الطموح، واللاعب اللي عنده الشخصيه دي. كل ناشئ صغير في سن كوكا او اصغر منه او جاي يبقى عارف انه فرصتك انت اللي هتخلقها، وتمسك المدرب بيك هيكون عن طريقك انت، بشخصيتك انت وبالتزامك انت. بس كمان سر من أسرار النجاح والتميز بر الوالدين، دعوة الوالدين دي لا ترد. أحمد نبيل كوكا كلم الكابتن شوبير عن علاقته بوالديه، دي كمان رسالة إنسانية مهمة للاعبتنا. والدي والدتي أي حاجة أنا فيها يعني ربنا حاططني سبب عشانهم والله. يعني أنا والله يا كابتن أنا بشوف نفسي إن أنا ما استاهلش أي حاجة، يعني غير ان ربنا حاططني سبب ان انا اساعدهم. الوالد كان بيلعب كوره ولا؟ والدي لعب في الترسانه شويه ولعب في الداخليه. والله؟ ترسانه زمان. حاطط اخوك مدير اعمال ليك ولا لا؟ بص، هم دايرين كل حاجه، يعني انا اول ما طلعت
في الناشئين جالي كذا اعاره، انا والدي بيدير لي كل حاجه. رفض، هو اللي بيفكرني. رفض، بص يا كابتن اي حاجه سبحان الله، والله اي حاجه بيقولها بتحصل. ياه والله. طب ايه اهم حاجه قالها لك وحصلت؟ انا مثلا السنه اللي فاتت انا بعت لي فويس نوت، انا مسيبه عندي مش بشيله خالص. واضح ان انت مركز في الحاجات دي. لا كل حاجه بحاول اسيبها وبرجع لها. اتخانق معايا خناقه كبيره ليه؟ عشان مش عايز نطلع من النادي. انت كنت زهقت شويه؟ كنت عايز بقى، انا في يعني في شويه حماس وعايز العب فعايز تطلع اعاره مثلا. قال لي هتقعد السنه كلها دكه مش هتطلع من النادي، هتلعب. قال لي اصبر وهتلعب. ده والدك؟ ده والدي. هو كان بيتوتر شويه الاول ان هو يجي التمارين، فانا والدتي كان معايا في كل التمارين في رمضان. والله كنا يعني انا والدتي في رمضان كنا بنفطر في الشارع. كنا يا نهار ابيض. كنا تعالنا يا عم نصر بقى تاني. كنت اروح التمرين وانا صغير، نخلص الاذان ياذن نقف جنب اي عربيه تمر ولا حاجه نفطر وبعدين نروح بيت. اتكلم جد. تعبوا معايا جدا. عشان كده بقول لك هو ربنا حاططني سبب ان انا اسعدهم عشان هم تعبوا معايا ووفروا لي كل حاجه. هم مؤمنين بيك قوي للدرجه دي يا كوكا؟ الحمد لله. يعني مؤمن بموهبتك، عشان بس اكون اكثر دقه يعني. الحمد لله. عشان كده انا كنت بقول لحضرتك هو رفض، قال لي انت هتلعب في الاهلي. قال لي اصبر. لا عشان هو اهلاوي ولا عشان هو مؤمن بموهبتك؟ الاثنين الحمد لله. هو اهلاوي عنيف للدرجه دي؟ قوي. هو رفض بجد. وحتى الموضوع اللي قلت لحضرتك عم جيت امشي من النادي، هو اول مكالمه قال لي يلا على النادي. يعني ما استناش ان انت تروح البيت؟ لا هو قال لي كذا كذا كلمنا وما تعملش اي حاجه، ما تمديش في اي حته وهترجع لاهلي. وما ناقشتوش؟ حتى هو في حتى المرتين اللي مضيت فيهم هو بيكون موجود على بياض على طول. انت بتصدق في كل حاجه؟ بتمضي على بياض مرتين. انا وانا في الناشئين عملت عقد، ولما طلعت بعد سنه جددت عقدي في المرتين على بياض. هو طب والتجديد اللي جاي على بياض بجد؟ والله هو طالما موجود خلاص، يعني اي حاجه بنتكلم بيقول لي خلاص. شوفوا يا جماعه، وده اللي انا بقوله لاي ولي امر لما بيرشح ابنه يلعب في الاهلي، وبمجرد قبوله انت بتشوف ولي الامر على فكره من فتره الاختبارات. في اللي بيبقى قاعد وسايب ابنه لاراده المدربين، وفي اللي بيبقى بيجري جنب ابنه رايح جاي على الخط، وفي اللي بيقعد يعلق مع المدربين ويتكلم مع اللي جنبه ويوجه اللعيب. وفي انت شوف النموذج بتاع كوكا، تشوف النضج والهدوء والرصانه دي جاي منين، وهو بيتكلم على دور اسرته سواء والدته. بيقول لك والدتي كانت بتجيبني النادي، نخرج من النادي الاهلي في مدينه نصر في رمضان، المغرب ياذن نفطر في الشارع ونروح. والده ده دور الاسره. اللي مع كل خطوه ممكن الشيطان يلعب بدماغه، انا عايز اطلع عشان العب وارجع انضج. اقعد هتاخد فرصتك. ثقه ابوه في قدرته، ثقته في رؤيه النادي الاهلي انه هيديله الفرصه دي. وتذكر في لعيب انا هنا من 3 سنين ولا 4 سنين ذكرت لك اسمه، قلت لك ده جايب حاجه و30 جول، وجيت تاني اسبوع قلت لك انا غلطت ان انا اتكلمت عليه. كان اسمه صالح؟ لا مش سيبك من الاسم. لقيت والدته بتكلمني عايزه تبتدي تشتكي لي من المدربين. قلت لها انت لحقتي لمجرد ما ذكرت اسمه؟ فينه دلوقتي؟ مش موجود. لكن كوكا وراه ناس بتقول له لا اقعد، وراه اب رياضي، اقعد دكه هتجيلك فرصتك واشتغل على نفسك. مش عارف يجي التوقيع امضي وسيب النادي الاهلي يقدرك. انا اثق في النادي الاهلي. النهارده كوكا فين؟ في حته تانيه. منتخب مصر اصغر لعيب. ايوه. واحسن لاعب صاعد. ايوه. بهدوء محدش حس بيه. مش موهبه يعني فيها رغي من صغرها. هكذا تكون الامور. في اب يدعمك ياخدك لفوق، وفي اب يدعمك يوقعك لانه بيدعمك غلط. طيب اذا كان ده الابن الاصيل شكرا، واضح جدا انه تربيه لاسره رياضيه مصريه عارفه قيمه الاهلي كويس قوي، وعارفه تحافظ على ابنها اللي ربنا يحفظه يا على رب. على فكره نفس الموقف نفس الكلام ونفس الدور بتاع الاسره مع كريم الدبيس. ربنا يحفظه ويحفظ كل لاعبتنا
ورسالة للصغيرين قبل الكبار، تمسك بفرصتك، حافظ على نفسك، حافظ على طموحك، خليك دايما مخلص لمدربك، لأنك فعلا هو اللي هيوديك في المكان اللي انت تستحقها، إذا كان ده الابن الأصيل